مشاهدينا ومتابعينا الكرام، جزاء ظهرية مباشرة من صفحة تكمل العربية معكم بهذه الجلسة مباشرة كرمال لنقدر نمر على معظم الأزواج والعملات الرئيسية اللي موجودة عنا على منصة التداول. بدي أرحب فيكم في بداية هذا الأسبوع وأتمنى لكم أسبوع تداول رائع ومثمر للجميع. خلينا طبعا نمر على الرسوم البيانية ونشوف التحركات القادمة والسيناريوهات المفترضة اللي ممكن نقدر نتوقعها بالسوق لنقدر نستفيد بعض من بعض فرص الاستثمار. بالنسبة لي وبهذه الجلسات عم بتكون جلسات إذا بدكم مباشرة، ولكن صعب بعض الشيء ومن وراء التقلبات اللي عم نشهدها على سوق الفوركس. بالنسبة لنا الحرب التجارية بين الولايات المتحدة ودولة الصين كانت من الأصعب في البداية، ومن ثم ابتدينا نشهد إذا بدكم بعض التقلبات على إذا بدكم بعض الدول الأخرى. وفي صباح اليوم وطبعا بنهاية عطلة الأسبوع كنا ابتدينا نشهد إذا بدكم بعض الصعوبات من وراء التشنجات اللي حصلت بين دولة إيران وطبعا المملكة العربية السعودية، وهذه التشنجات أدت إلى بداية التقلبات أو ارتفاع التقلبات في أسعار النفط. هل يا ترى طبعا أسعار النفط ممكن تكون مغرية للشراء؟ هل يا ترى ممكن أسعار النفط تكون عم إذا بدكم تستقبل هذا الأسبوع التداول بتقلبات ضخمة جدا؟ كيف ممكن نقدر نحن كمضاربين نتحمل هذا الارتفاع والانخفاض اللي ممكن نشهده بشكل أو آخر؟ خلينا أنا وياكم ابتدي وحلل أنا وياكم أسعار النفط اللي ابتدى بفجوة سعرية إذا بدكم على أسواق المال. هلأ بالنسبة لل WTI، WTI هو من إذا بدكم السلع والمعادن اللي خلينا نقول يلقب بالبلاك جولد إذا بدكم، أو المعدن الأسود. ومن وراء هذا الموضوع طبعا بتعرفوا أن التشنجات والتقلبات ترتفع فور حصول أي تشنجات بين الدول الكبرى اللي هي بتصدر النفط، عم نتكلم على المملكة العربية السعودية وعم نتكلم على دولة إيران. بالنسبة لهذا الموضوع والتشنجات اللي عم تحصل، شفنا فجوة سعرية من مستويات 62.60 وصولا إلى مستوى افتتاح سعر هذا الأسبوع 63.30. شو السيناريوهات المفترضة القادمة؟ أنا بالنسبة لي وبالنسبة للتقلبات اللي عم نشهدها أتوقع أن نرجع نشهد بعض الانخفاضات. هلأ بالنسبة للنقاط البيع ونقاط الدخول لا أتوقع من هذه المستويات. خليني أشهد أو أنا وياكم أو خليني أقول ممكن باستعمال فيبوناتشي إكسبانشن من خلال هذه الموجات التصحية عم بحدد هذا الارتفاع كارتفاع تصحيحي. يعني بكل بساطة من آخر قاع وصولا أو ارتفاع هذه القمة، خلينا نغير اللون للون الأزرق، اوكي، من هذا القاع لكان اللي ابتدينا اذا بدكم نرتفع فيه على برميل النفط، هذا الارتفاع كان تصحيحي بكل بساطه لانه معنا موجه اندفاعيه، هذه موجه A، ابتدينا بالانخفاض لتسجيل الموجه B، وهذا الارتفاع هلا هو الموجه C. فبكل بساطه نتوقع ملامسه واستهداف مستوى 100% في بوناتشي اكسبانشن اللي رح تكون على مستوى ال 64 تقريبا. مستوى ال 64 لاسعار النفط هي المستويات المنتظره اذا في حال بدنا نفكر بصفقات بيع، هيدي اذا في حال، لان من وراء التشنجات اللي عم تحصل بين هذه الدول الكبرى والعظمى بالنسبه لاسعار النفط ممكن نشهد بعض الاختراقات المفاجئه، وهذا الشيء او اللي باكد على هذا الموضوع هو الضغوطات السلبيه اللي عم نشوفها على الدولار كاد. الدولار كاد هو من العملات الرئيسية اللي نحن عم نشوف إذا بتكون عم نشهد بداية تراجع لها. خليني أشوف أنا وياكم رسم البيان التابع للدولار الكندي، وطبعا بحيث العلاقة العكسية اللي موجودة بينه وبين أسعار النفط، التقلبات اللي كنا عم نشوفها بهذه المستويات على زوج الدولار الكندي، كثير من الأشخاص قالوا أنه الارتفاع قد ابتدى وممكن نشهد بعض القمم الجديدة على زوج الدولار كاد، ولكن للأسف وبشكل مفاجئ ابتدينا نشهد انخفاض وتراجع من هذه المستويات. ما في شك أنه هذه المستويات أكثر من مهمة لزوج الدولار الكندي، تم ملامستها أكثر من مرة والتراجع. هل يا ترى هذه المرة رح تكون هي المرة الجازمة إذا بتكون المحسومة للدولار كاد لبداية موجة اندفاعية ضخمة جدا؟ أنا شخصيا هيك بتوقع، يعني هذه الموجة اللي هلأ قادمة على الدولار كاد من المتوقع أنه خلص زخم الارتفاع يكون خلينا نقول اختفى على زوج الدولار الكندي، ونبتدي بالتراجع أو بموجة اندفاعية وصولا إلى مستوى 130 وحتى 128. ما رح أعزز مراكز البيع من هذه المستويات، رح أنتظر اختراقات، رح أنتظر تأكيد، رح أنتظر اختراق لخط الدعم اللي ميل على ارتفاع على هذه المستويات، ومن هناك طبعا نرجع أنا وياكم نحدد سيناريات مفترضة أخرى. فبكل بساطة وصول الدولار كاد إلى مستوى 133.80 منه بعيدة، ولو حتى ما قدرنا ندخل على
قمة لدخول بصفقات بيع. بالنسبة لنا هلأ دولة روسيا ابتدت إذا بدكم تجمع المملكة العربية السعودية وإيران في اجتماعات أوبك للتكلم على أسعار النفط. فبهذه الحالة ممكن نشهد بعض التقلبات الضخمة على أسعار النفط وأيضا على الدولار الكندي، طبعا بحكم العلاقة الإيجابية بين الكندي وأسعار النفط والعلاقة العكسية بين الدولار الكندي وأسعار النفط. بالنسبة للعملات الأخرى، اليورو دولار، عندي بعض السيناريوهات المفترضة على اليورو دولار. من هذه المستويات أتوقع ارتفاع موجات تصحية على زوج اليورو دولار. وخلينا عد أنا وياكم، تمام؟ إذا بدكم سيناريو المفترض لليورو دولار لنشوف وين ممكن يكون عندي فرص بيع. استاذ أنتو صباح النور، السبب الرئيسي لارتفاع المؤشرات هل هي بسبب قوة الدولار أم بسبب ضعف الين؟ يعني بالنسبة لنا طبعا العلاقة الإيجابية اللي موجودة بين الدولار ين والأسبي 500 هذه معروفة، ولكن أيضا في عندي علاقة إيجابية بين الدولار الأمريكي والمؤشرات الأمريكية، وخاصة مع تراجع أسعار الذهب استاذ أنتو. هذا الشيء أدى، يعني كل العوامل اللي عم نشهدها هي عوامل إيجابية للمؤشرات الأمريكية. وكنت قلت لكم أنا أنه الانخفاض للمؤشرات الأمريكية هي فرصة للشراء عن جديد، ولكن هل يا ترى فرصة شراء من إذا بدكم المستويات الحالية لا تسجيل قمم جديدة، أو هل يا ترى ممكن نشهد بعد موجة هبوط هلأ منمر عليه تقنيا ونشوف أنا وياكم شو متوقع. بالنسبة لليورو دولار، اليورو دولار وبالنسبة لموجات إليوت أكثر من رائع التحليل. نحن بموجات إليوت منخفض بخمس موجات للتسجيل الموجة الأولى، عند الويف آي أول موجة، تاني موجة ويف 2، ويف 3، ويف 4، اي في، وويف 5 او الموجه الخامسه، وهذه تلقب الموجه الاولى لموجات اليوت اللي هي انتهت على هذا القاع، تمام؟ من هذه القمه لهذا القاع هذه خمس موجات انخفاض لموجات اليوت، ومن ثم ثلاث موجات تصحيه اللي هي ويف اي، ويف بي، وويف سي، هذه الموجه رقم 2. فنتوقع مع انخفاض الموجه رقم 3 اللي هي الضخمه لازم يكون عندنا انخفاض بكل بساطه ايضا بخمس موجات، ويف 1، ويف 2، اوكي، الموجه رقم 3 و4، وهلا اليوم سجلنا الموجه الخامسه على اليورو دولار، وهذه تلقب اذا بدكم بالموجه الاولى اللي هي تلقب اذا بدكم باول موجه اندفاعيه من الموجه رقم 3. فاول موجه اندفاعيه من الموجه رقم 3 خلينا نسميها انا وياكم ويف 1 اوف 3، تمام؟ بهذه الحالة نتوقع على ثلاث موجات تصحية لزيارة ويف 2، لزيارة إذا بدكم مستوى 111.84 أو 111.90 كحد أقصى. يعني هذه المستويات اللي ممكن نزورها على العملة الأوروبية الموحدة هي مستويات أكثر من مهمة لتعزيز صفقات وتعزيز مراكز البيع. فبالنسبة لي سيناريو اليورو دولار بعدنا ضمن السيناريو السلبي، بعدنا تحت الضغوطات السلبية، ولكن ما في شك وما في مانع أبدا من إعادة امتحان مستوى 114.84 ما قبل تعزيز مراكز البيع. هذه بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة. أوكي عظيم، بالنسبة للمؤشرات الأمريكية شو عم بصير عنا على المؤشرات الأمريكية؟ شو متوقع على المؤشرات الأمريكية؟ خلينا أنا وياك نرجع نفوت على الـ S&P 500 أو الداو جونز. أوكي شو بتفضل استاذ انتو، الاس بي 500 ولا الداو جونز؟ هي نفسها يعني بالنسبه للسيناريوهات المفترضه. هلا هذا الانخفاض كنا تكلمنا عليه انا وياكم، وكنا قلنا انه الانخفاض من هذه القمه لهذا القاع كان اذا بدكم العدد الموجات اكثر من واضحه، على انه طبعا كنا توقعنا هذا القاع الاخير وقلنا انه ممكن نبتدي اشاره ايجابيه من هذه المستويات. ولكن هل يا ترى الاشاره الايجابيه ممكن تكون اندفاعيه لاعاده امتحان قمم جديده، او هل يا ترى هي موجه تصحيحيه اذا بدكم ما قبل تعزيز مراكز البيع عن جديد؟ هذا هو السيناريو المفترض اللي حابب اتكلم عليه. بالنسبه لنا التشنجات اللي عم تحصل طبعا والميكس اذا بدكم والخليط اللي عم بيحصل بين التشنجات او بين الدول الكبرى ممكن تاثر الى ضغوطات اذا بدكم ايجابيه وسلبيه بعض الشيء على معظم العملات. شو يعني؟ يعني ارتفاع اليورو دولار وانخفاض اسعار الذهب هذا الشيء بيؤدي وبيدعم اذا بدكم المؤشرات الامريكيه بالارتفاع، وبيدعم اذا بدكم الدولارين للارتفاع. فبكل بساطه طبعا ممكن ايضا نشهد اذا بدكم الضغوطات السلبيه لاسعار الذهب محدوده،
محدوده، يعني عم نتكلم على اشاره ايجابيه عن جديد اذا في حاله رجعنا زرنا مناطق الشراء اللي هي مناطق ال 1250 وال 1240. فبهذه الحاله ومن الممكن ايضا انه اسعار الاس بي 500 والمؤشرات الامريكيه تكون محدوده الارتفاع ما قبل انعكاس عن جديد واشاره انعكاسيه عن جديد. هذه بالنسبه للمؤشرات الامريكيه. فطبعا الخليط اللي عم نشهده على سوق الفوركس بالوقت الحالي والتشنجات بين اذا بدكم دولة إيران والمملكة العربية السعودية وبين تدخل روسيا والدول الكبرى بالنسبة لأسعار النفط وأسعار الدولار كاد، هذا الشيء ممكن يؤدي إذا بدكم إلى الطلب أو خروج المستثمرين من سوق الأسهم والدخول على ملاذات آمنة مثل الفرنك السويسري مثل الين الياباني وأيضا مثل أسعار الذهب. فبالدخول على الين الياباني ممكن يرتفع الين مقابل الدولار الأمريكي، ونبتدي نرجع نشهد أيضا تراجع للدولار مقابل الين. فالدولار الين ممكن يكون ايضا الارتفاع تبعه محدود، وهذه المستويات تكون اذا بدكم مستويات بيع لزوج الدولار الين لبدايه موجه هبوط جديده. فبهذه الحاله اشاره انعكاسيه على اسعار المؤشرات الامريكيه ايضا وارده جدا جدا. بالنسبه لنا صباح النور استاذ ماجد، استاذ محمد جود مورنينج. بالنسبة لنا اللي بدي اجرب لكم اياه مع بداية هذا الاسبوع افتتاح هذا الاسبوع التداول، خلينا انا وياكم ما نتهور بقراراتنا، خلينا ننتظر اشارات، خلينا ننتظر اذا بدكم تأكيد للمؤشرات الامريكية لاسعار الذهب للدولار ين لمعظم العملات الرئيسية ما قبل اخذ قرارات بالشراء اما بيع. يعني عندنا بعض السيناريوهات المفترضة، عندي بعض فرص استثمار إن كان على الدولار الكندي أو حتى على أسعار النفط، على المؤشرات الأمريكية أو حتى على اليورو دولار، عندي مثل ما قلت لكم صفقات بيع أو أمور معلقة بالبيع على زوج اليورو دولار أو العملة الأوروبية الموحدة قرب مستوى 111.85 أو 111.90. هلا بالنسبة لنا الدولار الكندي طبعا هو الأفضل وهو الأهم، لأنه الموجة الاندفاعية اللي نتوقعها على الدولار الكندي ما في عنا اذا بدكم شيء يعني no competition مثل ما بيقولوا، يعني الموج الاندفاعي اللي نتوقعها ممكن تكون الاسرع والاقوى بين العملات الرئيسيه الاخرى. فوين فرصة الاستثمار على الدولار كاد كمضاربة خلينا نقول، وعلى رسم بيانة 30 دقيقة ممكن يكون إذا بدكم تدينا بالليدينج دياجنال ويف 1 2 3 4 5، هذه الموجة الأولى نتوقع ثلاث موجات تصحية وتكمل اتجاه الهابط. ما حدا يفكر بإشارات إذا بدكم إيجابية ضخمة على الدولار كاد، ما حدا يفكر أنه ممكن نرجع نزور مستوى 134.80 أو 134.70 لتعزيز مراكز البيع. الضغوطات السلبية رح تكون محصورة بين قمم اذا بدكم يعني قريبه جدا من المستويات الحاليه اللي عم نتداول بقربها. هلا بالنسبه لاسعار النفط ما حدا بيعرف انه ممكن نتفاجئ بارتفاع ضخم جدا وهائل وسريع، وهذا الشيء بيؤدي الى ضغوطات سلبيه سريعه على الدولار كاد، ما حدا بيلحق يدخل بصفقات بيع. وقف الخسارة وتحديد المخاطر بده يكون موجود، يعني وقف خسارة فوق مستوى 135 تقريبا أكثر من إذا بدكم حساسة للدولار كاد، فلازم نحفظ وقف الخسارة على هذه المستويات كرمال نقدر نعزز مراكز البيع. بالنسبة لليورو دولار أيضا فرصة استثمار، واللي بأكد على هذا الموضوع USDCHF. USDCHF أو الفرنك السويسري من العملات الرئيسية اللي ابتدينا نشهد تراجع لها، وهذا التراجع كنا قلنا آخر قاع من مستوى 140 هو مستوى شراء، فأتوقع أن هذا التراجع يكون مغري للشراء. يعني نحن كمضاربين إذا في حال عم نتوقع أن هذا الارتفاع هو ليدينج موجة رقم واحد اللي تتضمن بخمس موجات، تمام، هذه الموجة رقم واحد، نتوقع أنه هلأ ABC تكون الموجة رقم اثنين عم تتسجل موجات تصحية ما قبل الشراء عن جديد. فهذا الانخفاض على USDCHF وعلى الفرنك السويسري بيؤدي إلى ارتفاع اليورو دولار لزيارة مستوى 111.80 و111.85 كحد أقصى ما قبل تعزيز مراكز الشراء للUSDCHF وتعزيز مراكز البيع على اليورو دولار. اوكي، شو عنا ايضا شيء ممكن نمر عليه؟ اليورو ين، شو عم بيصير بالنسبه لليورو ين ومع ارتفاع الدولار ين او الين الياباني؟ اذا بدكم ضعف الين الياباني مقابل الدولار الامريكي، عم نلاحظ انه الموجه على اليورو ين هي فقط موجه تصحيه خلينا نقول وثلاث موجات ولكن ليست اندفاعيه. فاتوقع اذا في حال بدنا نفكر بالشراء عن جديد لازم نرجع ننتظر عن جديد تثبيت
في عام المستوى ال 122 40، يعني انخفاض بعد شيء 40 نقطة تقريبا من هذه المستويات، لتثبيت عن جديد هذه المستويات ما قبل تفكير بالشراء، مع وقف خسارة طبعا على آخر قاع تم تسجيله عندي اللي هو مستوى ال 122 10 أو مستوى ال 122 12. فهذه المستويات راح تكون تحديد المخاطر لليوريان، وبنبتدي نعزز مراكز الشراء شوي بعد شوي عند وصول إلى مستويات ال 122 40. وطبعا مع تقلبات الدولاريان وتقلبات المؤشرات الامريكيه، ما حدا يفكر انه ممكن يقدر يختار اذا بدكم فرص مميزه او جولدن اوبورتونيتيز على اليوريان. ما في شك انه نحن في اختيارنا نقطه دخول لليوريان والاسترلينيان او ايضا للباونديان ممكن تكون المخاطر مرتفعه جدا. بالنسبه لليورو جي بي بي، اليورو مقابل الاسترليني عم نشهد ارتفاع ضخم، عم نشهد اذا بدكم 10 شموع خضراء ورا بعض. من المفترض انه هذه الموجه طبعا بعد ضمن الموجات التصحيحيه، وبحكم اذا بدكم الهيكليه اللي انخفض فيها اليورو جي بي بي وبشكل 5 موجات، فطبعا هذه الموجه الاولى من المتوقع انه اي بي سي الموجه التصحيحيه تنتهي قرب مستويات مهمة جدا اللي هي هذه المستويات 0.88 10، أو خليني أحدد لكم نقطة مهمة جدا اللي هي 0.87 95. هذه المستويات المنتظرة اللي أنا شخصيا منتظرة على اليورو جي بي بي لتعزيز صفقات البيع. وبهذه الحالة بنكون إذا بدكم وصلنا لمستويات مهمة جدا للانتهاء من هذه 3 موجات تصحيحية اللي هي اي بي سي وتكملة اتجاه الهبط. هذه فرصة مميزة ورائعة جدا على اليورو جي بي بي، فنتوقع أنه من وراء ملامسة هذه المستويات رح نكون عم نعزز صفقات البيع، ومن وراء ما نوصل لهذه المستويات ونعزز صفقات البيع برجع بحدد أنا وياكم وقف الخسارة، وطبعا تحديد الربح او التيك بروفيت او الهدف اللي ممكن نكون نحن في انتظاره. ولكن اللي بقدر اقول لكم اياه انه هذه المستويات رح تكون مغريه جدا لتعزيز صفقات البيع على اليورو مقابل الجي بي بي، واتوقع انه اليورو اذا بدك يقوى بالجلسات القادمه مثل ما قلت لكم لزياره مستويات ال 112 عفوا 111 80 111 85 للانتهاء من الموجه رقم 2 البسيطه من 3 ما قبل تكمله اتجاه الهبوط. ضعف اليورو دولار او هذا السيناريو اللي عم بتسجل على اليورو دولار ما في شك انه بيشبه سيناريو الفضه. عم بتلاحظوا انه قديما او حتى بالنسبه للتحليل التقنيه وبالنسبه للانماط اللي كنا نتبعها، بنلاحظ انه نفق ميل على انخفاض، وبهذا الشكل ممكن كان يعطينا سيناريو ايجابي طبعا، ولكن هذه عم نتكلم منذ سنتين او ثلاثه لورا بالنسبه للتحليل التقني. ولكن من وراء اذا بدكم المومنتوم او الزخم او طريقه استعمال المومنتوم ومؤشر المومنتوم، عم نلاحظ انه اصبح عندنا اذا بدكم اشارات معاكسه لبعض الانماط. ومثل ما عم بتلاحظوا لاسعار الفضه نفس الشيء صار عندنا بالفضه، عم بتلاحظوا انه كان عندي نفق ميل على هبوط، وهذا النفق الميل على هبوط من المفترض انه يكون اذا بدكم سيناريو ايجابي، وللاسف هو طبعا عم ادى الى ضغوطات سلبيه. فباستعمال فيبوناتشي من اخر قاع لاخر قمه على اسعار الفضه، كان المفترض انه باستعمال فيبوناتشي يهدى على مستويات ال 61.8% او كحد اقصى 76.4%، ولكن اسعار الفضه ما في شيء عم بوقفها. وعلى رسم بين الاسبوع عم نلاحظ انه اسعار الفضه عم تتداول قرب القيعان اللي تم تثبيته عنها. فبكل بساطه هذه المستويات اللي عم نتداول بقرب على الاكس اي جي يو اس دي او اسعار الفضه، يعني بتوازي تقريبا 1000 دولار او 1100 دولار لاسعار الذهب. يعني انتم بتعرفوا في عندي ريشيو او اذا بدكم ارقام معينه بين اسعار الفضه واسعار الذهب. فبهذه الحاله 14 40 لاسعار الفضه عم بتفاجئني كثير، لانه هي بتوازي تقريبا 1100 دولار لسعر اونسه الذهب، ولكن اسعار الذهب 1275. فاسعار الفضه خلينا نقول اوفر سولد بوزيشن، او في منطقه تشبع بالبيع مقابل اسعار الذهب. فمن المتوقع على المدى الوسط للطويل وخلال سنه 2019، وخاصة السيناريو الإيجابي اللي كنت أنا عم بتوقعه أنا وياكم على أسعار الذهب، وقلت لكم إنه 1230 لأونصة الذهب راح تكون مغرية جدا للشراء لاستهداف مستوى 1475 وال 1500 دولار لسعر أونصة الذهب. فأنا بالنسبة لي عند وصول أسعار الذهب لمستويات 1230 1234 فورا راح نشوف أسعار الفضة وين راح تكون، وطبعا راح نعزز شراء الفضة. يعني إذا بدكم أفضل راح تكون شراء الفضة رح يكون أفضل بكتير من الذهب، لأنه الارتفاع رح يكون اندفاع أكثر بكتير لزيارة مستويات 30 دولار لأسعار الفضة عن جديد. عم بتلاحظوا العملة الرقمية المشفرة أو البيتكوين عم ترجع إذا بدكم تتألق، وعم نرجع
نشوف اسعار البيتكوين تقريبا قرب مصيد 8000 دولار. بتمنى منكم ما حدا يفكر بالدخول او الاستثمار بالبيتكوين، لانه طبعا عم بيرجعوا اذا بدكم يغدروا المضاربين في ارتفاع اذا بدكم العمله الرقميه المشفره او البيتكوين، لا اذا بدكم يرجعوا يحمسوا المضاربين على انه البيتكوين بعد فيها امل، بعد لها مستقبل، ولكن بالنسبه لنا هذا مجرد بابل، وتوقع انهيار قادم جديد للعملات الرقميه المشفره باجمعها. بالنسبة لهذه الجلسة يعني ما عندي أي شيء أضيف، وكنا مرينا على معظم الأزواج والعمليات الرئيسية. بالنسبة للإيكونوميك كالندر اليوم 20 ماي ومع افتتاح هذا الأسبوع ما عندي أي شيء يعني مهم. عندي الفيدرال تاكس ريفينيو للبرازيل، لدولة البرازيل، استرليني دولار، بنك أوف إنجلاند، فد تشير باور سبيكس، ما عندي أي شيء مهم جدا. وحتى غدا يعني هذا الأسبوع بعد شيء هادي أو رايق، فمن المتوقع أن نهار الأربعاء والخميس نرجع نشهد بعض التقلبات على FOMC minutes أو meetings، وأيضا إنتاجية إذا بدكم النفط أو مخزون النفط في الولايات المتحدة اللي هي crude oil inventories. فأنا بتمنى لكم يوم نهار مثمر ورائع، اليوم رايق بالنسبة للتحليل التقنية والمحللين التقنيين بيقدروا ياخدوا راحتهم بالنسبة للتداول واختيار إذا بدكم فرص دخول وبيع. بالنسبة للجلسة المسائية اليوم راح تكون عندي إذا بدكم بعض فرص الاستثمار، وخاصة جلسة غدا اللي هي نهار الثلاثاء. أنتم بتعرفوا أن نهار الاثنين بفضل أنه ما أدخل بفرص استثمار أنا وياكم، ولكن ننتظر إشارات مؤكدة وأفضل وأفضل على السوق لنقدر نختار ونبتدي هذا الأسبوع إذا بدكم بتروي خلينا نقول، ونختار نقطة دخول مميزة على السلعة أو أي عملة من العملات الرئيسية. أنا بتمنى لكم نهار رائع، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الجلسات الصباحية مباشرة من صفحة تكمل العربية. كان معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف دهرية، إلى اللقاء.